بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالألوان الحلوة المبهجة دي هنبدأ الفيديو ده. النهاردة هنتفرج على عبايات الاستقبال، هنتفرج على حاجات تحفة، عبايات كرداسة، وكمان عندنا شايفين بقى الحاجات الترندي، العيون والحاجات دي كلها أكتر من شكل وأكتر من لون وكل المقاسات، وفي شحن لكل مكان. أما بقى الفسكوز مش هقولك بقى، شايفين الحاجات الحلوة دي. والأول مرة هنتفرج على عباية مطرحة، هنعرف برضو دي فسكوز على فكرة، هنعرف تمنى ولا الدرس ده سعره حكاية. في مفاجآت كتيرة جدا جوه الفيديو، طبعا في شحن لأي مكان ولا الدرسات الرياضية. النهاردة انتحار أسعار، بسرعة بسرعة ندخل نتفرج على الفيديو. بس ما تنسوش بقى تعملوا لايك. احنا في محافظة اسكندرية، ودي محطة قطر بكوس او السوق. ظهرها كده على طول هنلاقي بوابة، نمشي في الشارع اللي في ظهرها على طول، ده شارع العنبري. تمام يا جماعة، هنعدي قهوة كده موجودة، وبعد كده هندخل لغاية ما نوصل المكان اللي جايين نصور فيه النهاردة اللي هو سنتر الطاووس. يلا بقى نبتدي الجولة بتاعتنا على بركة الله. نبتدي بقى اولى العروض في العبايات الحلوة. هنتفرج بقى النهاردة عبايات كرداسة وعبايات الاستقبال عليها النهاردة في الطاووس. عايزه اقول لكم ضرب نار. زكي يا ادهم عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. الصحه والسلامه يا ادهم. وريني بقى يا موفاتك، يا موفاتك يا ادهم. بس نبدا باللون اللي شد الناس. ايوه، ايه الجمال ده بس؟ والله يا جماعه بصوا اهو، دي معاكي المقاسات من اللارج ل 2 اكس. دي من اللارج ل 2 اكس باذن الله. تمام. طبعا الخامه الكرداسه اللي الناس كلها عارفاها. ايوه تمام تمام، الله ينور. مع الموف شفنا الموف، وفي منه الاصفر وفي منه الاسود يا جماعه. بالظبط الموديلين اللي هو زي الشمس كده، موديل قرص الشمس من تحت. تمام تمام. بصوا بقى الموديل الثاني ده، انا مش هبخل عليكم هوريكم كل الرسومات، هتعمل نفس العمل شويه. لا ده في حاجه كمان الوانها حلوه جدا ما شاء الله. بصوا الرسمه، كل موديل اللون بتاع الوانها هنا. بصوا ده الجيب بتاعها اهي. المقاسات المهمه اخبارها ايه؟ المقاسات متوفره معاكي، معاكي من لارج ب 2 اكس او 3 يعني. تمام. بعض الموديلات بيبقى فيها اخرها 2 اكس واخرها 3 اكس. ولو طبعا لو حضراتكم عايزين سكرين شوت وابعتوا هسيب لكم رقم التليفونات الواتس وكده، عشان لو عايزين شحن ان شاء الله. الوانها ايه بقى دي؟ دي معاك اسود ونبيتي وكحلي. اسود ونبيتي وكحلي والبيستاج. بالظبط. تمام، عندنا موديل تاني اهو. بصوا دي بقى حاجه، دخلنا على السنبله بقى. بصوا يا جماعه ده رسمته من تحت. اه عبايه حز من عند السدر. تمام. بصوا شغل من على الكم تحفه قوي، اخر شياكه دي العبايه الكرداسه. تمام تمام يا مدام منى. ايوه، الوانها ايه بقى؟ دي معانا الوانها الازرق والابيض والنبيتي. الازرق والابيض والنبيتي، اللون اللي هو الزهري دوت. اللون الازرق بتاعها اهو. ايوه فعلا ده جميل قوي في اللبس. اللون الابيض تحفه، والابيض حلو قوي، والاسود. ماشي نفتحه برده. بصوا يا جماعه الابيض بتاعها تحفه، فعلا تحفه. كان معاك حق يا ادهم. طبعا في منها مقاسات زي ما انت عايزه بقى، معاكي من اللارج ل 2 اكس. في بقى موديل تاني كمان معانا. بصوا يا جماعه الموديل ده حلو قوي. تمام، ده المستردة منه والالوان المتوفره منه، اسود الاسود والنبيتي والمستردة. تمام، الله ينور. بصوا بقى شكل الموديل ده، ايه ده؟ ده شكله كانه دريس نازل كده بشكل دريس يعني، كسر. بصوا يا جماعه الموديل ده برده حاجه حلوه قوي، ومن على الكم نفس الحكايه، الشغل كله على الكم. تمام، في منه بقى متوفر اللون اللي شفناه واللون البترولي والنبيتي. تمام، والمقاسات زي ما قلت برده في اول الفيديو. ايوه معاكي من اللارج ل 2 اكس. تمام. بصوا بقى الستايل ده بقى، ده ما فيهوش اي حاجه غير الصدر، على الصدر بس الشغل ده برده حلو قوي. بصوا يا جماعه، وبصوا الرقبه بيا قوى. تحفه الموديل. تمام تمام تمام. ده في منه كذا لون عندنا اهو، في منه الدرجه البستاش. ايوه، في منه الدرجه الزيتي. الزيتي ناس ياما قوي بتسال على الدرجه الزيتي. تمام، في منه الدرجه المستردة. المستردة شيك قوي الالوان، حلو قوي. وكمان الحاجه دي برده بتفرق في اللبس يعني، انت بتبقي شايفاها كده ممكن بس في اللبس ما تحبش الموديل مثلا ما تستعطفوش، بس لما بيتلبس بتفرق طبعا على جسم ده شكلها حلو. بالظبط. بص الموديل ده يا جماعه علم مصر، تحيا مصر. ابيض واحمر واسود، ده في منه الوان ثانيه. الله، بصوا ده موديل الفراشه. تمام، انا كده بص بقى برده سريعا كده بجيب لكم كل موديل قطعه. ايوه عشان برده صح الناس، الالوان برده مفاجاه. تمام، الله ينور. بصوا يا جماعه ده كمان، ده ستايل بقى بجد، هو بيجيب لنا يعني نقلنا كام واحده حلوين كده. انا لازم انقل حته اعرضها في الحته اللي تعجبك. ايوه بصوا يا جماعه، ده الوانه ايه ده منه ده؟ ده منه الابيض والسلم.
الابيض والزهري. حلو قوي. متوفر منها مقاسين رقم 1 ورقم 2. تمام. طبعا احنا دلوقتي بعد ما نخلص التشكيله دي هنعرف السعر الجامد قوي. بصوا يا جماعه الموديل ده، دخل بقى البتاعه دي من جوه عشان تباني ادهم. بصوا يا جماعه حلوه برده قوي دي، جميله جدا. بصوا شايفين تلبسها دي، ده الاكس لارج منها. بصوا ده الاكس لارج ما شاء الله، ما تلبسها مرتاح جدا، تلبسه كبير ما شاء الله. الوانها ايه برده دي؟ والاسود واللي هو الموف ده. حلوه عبايه العين اللي مكسره الدنيا وحديث السوشيال ميديا دي، بقى اتنين عين يا جماعه مش عين واحده. ادي واحده اهي وواحده تحت. الوانها في رسمه والله. ايوه حلوه قوي الزهري. وفي رسمه عين تانية قلت لي. بصوا بقى دي رسمه العين التانية، عين واحده دي في النص، التانيين عين واحده فوق وتحت. حلوه جدا برده. ميزتها برده ان شغلها هادي قوي من تحت، ما فيهاش شغل كوره في التحت. تمام الله ينور. العين اللي في النص حلو جدا، سيمبل قوي برده رسمتها وناسي معاها الفنش. الوان ياما موجوده. موجوده برده. تمام تعال نشوف بقى الموديلات الثانيه. بصوا اللون ده، الله الموديل ده جميل جدا برده ما شاء الله. ده نظام اللي هو البدوي. بصوا من تحت من فوق، ده مقاس كام ده؟ شكله كبير. ده رقم 2. ده رقم 2. بصوا يا جماعه ميزتها ان هي فيها حزام من الظهر، تحس ان هي تتلف لو انت عايزه بقى. ايوه تتلف من ورا كمان. الحزام حلو تمام الله ينور. جميلة بصوا شكلها. تمام هنشوف بقى اللون الزهري وجماله في العباية دي. بصوا يا جماعة شكلها كده. بصوا المنظر عامل ازاي، الرسمة بتاعتها كده وعلى الايد. حلوة قوي. تمام من ده احسن الاستك ده. الناس بتحب يبقى فيه استك. صح. الناس برضو بتحب عشان ترفع الدراع. امي بيبقى سايب برضو. انا برضو ايه راضي الناس دي وراضي الناس دي. تمام بصوا بقى الموديل ده، الموديل ده استقبال بقى صراحه لحد بيطلب مني الموديل ده. فعلا موديل جميل وشكله يعني غني كده. بصوا يا جماعه الشغل بتاعه عامل ازاي على الصدر، نظام هندي. وعلى الدراع ده كمان الموديل الهندي ده. ده الموديل الهندي. احنا شفنا منه الاحمر وفي منه كمان الكحلي وفي منه والزيت يا جماعه. نشوف دلوقتي الكحلي بتاعه ده، ده اللي هو لون الكحلي بتاعه. حلو. بصوا الظهر كمان في شغل مش كده وبس يعني. تمام مقاساتها لغايه 2 اكس يا جماعه. بصوا بقى على الفيس وعلى التيك توك. بكام بقى دي؟ خلي السعر بقى لما اخلص. ماشي ماشي لسه عندي. دي الوانها ايه؟ اسود بس؟ نازل منها اسود وتقريبا نازل منها الزهري. تمام. والموف تقريبا. تمام. بتحب اللون الزهري؟ طالع اهو اللون الزهري. بصوا يا جماعه برده دي شكل برده جديد. حلوه قوي ده برده. تمام. الوانه زهري بس بقى ولا؟ لا في منها الوان تانية، في منها الاصفر وفي منها الاسود. حلو. حضرتك المتابعين بتوعك؟ تمام بصراحة خامتها حلوة. ايه رأيك في الخامة يا جماعة؟ لا 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 جميلة، أنا مسكتها وأنت ماسك واحدة فيهم، خامتها خفيفة كده وحلوة. القماش الطري ده. بصوا دي كمان. برضو في ناس بتحب الستايلات الحلوة دي. نظام الفرعوني. برضو نفس الحكاية، دي برضو نبيتي منها. دي منها البيتي ونازل منها البستاج. البستاج او الاسود. نازل منها الزيتي ونازل منها الوان ياما. بصوا الموف بقى. الموف بقى وجماله بقى. حلوه دي برده. ده شكل برده جديد على الدراعات وعلى الصدر وعلى من تحت على الديل كده. تمام. ده مقاس 2 اكس. دي 2 اكس؟ كبيره واسعه. تلبسها مرتاح. تمام. بصوا الرسمه دي يا جماعه بصراحه هم عندهم كميه رسومات تحفه. حلو برضو وزي ما قلنا لكم الخامات لوكس. تمام الله ينور. طبعا يا جماعه احنا قلنا في اشكال من كده كتير، في اشكال تانية برضو ما اتعرضتش. ايوه. السعر بقى، السعر مفاجاه خالص بعد 220 و225 على حسب برضو ما متابعينك هيجي وهيساله في السوق. انا عندي مفاجاه 150 جنيه بس. اي موديل من اللي احنا شفناه حتى يعني الاحمر الحلو ده اللي تمام. ندخل بقى على العبايات الفسكوز بتاعت الاستقبال برضو عشان في ناس بتحب الستايل الفسكوز. اتفرج بقى، عايزه اقول لكم تشكيله جامده من الفسكوز ولا الدرسات الرياضيه انا بقولها لكم دلوقتي. بصوا يا جماعه الفسكوز بقى حاجه كده مشجره بقى.
طبعا الناس بتحب الخامات الفوسكوز موجوده اهي. ايه رايك في الخامه ده؟ لا امسكها الاول كده. لا حلوه جميله ما شاء الله حلوه. دي لازم منها لونين، النبيتي والاحمر والنبيتي والزيتي والكحلي. النبيتي والزيتي والكحلي تمام. النبيتي زيتي كحلي، ده الزيتي اهو بتاعها حبايبي، وده الكحلي بتاعها تمام. واخده جبيره برده من على الصدر كده. تمام. رسمه تانية بقى فوسكوز برده، دي حاجه كده برده في ناس بتحب الاستايلات دي، ودي بقى فيها حزام من جوه عشان لو عايزه تضيقي. ايوه الله ينور. تمام حلوه. ايه الالوان بتاعتها بقى؟ والنبيتي عنابي كده شويه، واللون الفيروزي. ايوه والكحلي. والكحلي زي ما قلنا، اي حد عاجبه حاجه سكرين، علشان ان شاء الله المكان هنا يا جماعه برده فيه شحن باذن الله. الرسمه الثالثه بقى يا جماعه، الله بصوا بقى الناس اللي بتعشق الورود. بصوا فيها كده الحاجه اللي قدام دي برده، الدناديش دي حلوه قوي. قول لي المقاسات لغايه كام يا ادهم في الفوسكوز؟ في بعض الموديلات بتبدا من اللارج ل2 اكس. تمام. وفي موديلات بتبدا من الاكس لارج ل4 اكس. تمام الله ينور. انا عندي المقاس الصغير والمقاس الكبير. حلو. يعني الموديلات برده بينزل منها المقاس اللي هي العرايسي، بس هي بتبقى اللارج اكس لارج. تمام. من ال2 اكس بيبقى تقسيمها صغير. يبقى احنا كده مش هنزعل حد ان شاء الله. الوانها بقى، الوان الموديل اللي فات ده اهو الكحلي والاسود. الاسود ده كحلي وده اسود. كحلي واسود تمام. واللون الكشمير، والكشمير كمان اللي احنا شفناه الكشمير. والدرجه النبيتي. والدرجه النبيتي يعني الله ينور. اربع الوان. تمام الله ينور. بصوا بقى النهارده هنتفرج على العبايه ام طرحه، يعني هي كده نظام اسدال، بس هي ايه الطرحه منفصله. بالظبط. بصوا يا جماعه لاول مره هنتفرج على العبايه بالطرحه بتاعتها، حلو جدا. تمام. عليها كده ورقه الشجر دي طالعه موضه قوي ترندي. وادي الطرحه، عندك حد فتحتي الباب مثلا. الله ينور. الوانها ايه دي يا ادهم؟ لازم منها المستردة. ونشوف الوانها بقى. ولازم منها الكحلي. الكحلي اهو. والدرجه الزيتي. والزيتي ايوه بس كده. والدرجه النبيتي. الكشمير دي درجاتها طبعا بالطرحه بتاعتها. لسه النهارده هنطلع كنوز اربع الوان. حاجه تانية برضو ستايل تاني اهو. بس النص كم ده. نظام تركي. تمام. دي قصدي الوانها ايه؟ دي الوانها اسود. ايوه. كحلي اللي فتحتها لحضرتك. تمام. لازم منها البني. ايوه. لا بس كده. بس تمام. الوان كحلي. كحلي واسود وبني. ماشي. بصوا يا جماعه في بقى برضو اشكال تانية في فوسكوز كتيره جدا، يعني مثلا عندنا الشكل ده الستايل ده في منه. مش عايز برضه احرق بقيه الموديلات، عايز برضه لما العرايس تيجي تتفرج. ايوه تتفاجئ برضه. بصوا في حاجات حلوه. بصوا ده كمان انا برضه حابب افتح الموديل الاول برضه للعرايس. بصوا يا جماعه الموديل ده برضه حلو. ده برضه يا ادهم حزام برضه من الجنبين. ايوه الضيق في منه الوان ياما ومقاساتها مرتاحه قوي. مريحه يعني. بس مرتاحه يعني. انا المقاس اللي فتحته لك ده كده في اتنين. ده 3 اكس. ده 3 اكس ما شاء الله. معاك المقاس من اكس لارج ل 3 اكس. الله ينور عليك. والوانها ياما، في منها النبيتي وفي منها النحاسي والمو. حلوه قوي برضو. دي من ضمن الحاجات المهمه اللي احنا عايزين. بصوا يا جماعه ده دريس بقى. الدريس ده برضه اللي مبهدل الدنيا يعني. مبهدل ده مكسر الدنيا شكله. بكام قصدي انت ما قلتلناش الفسكوز بكام يا ادهم؟ انا قلت على الكداسه ما قلتش على الفسكوز. ايوه عايزين بقى الفسكوز والدريس ده بالذات بكام؟ الفسكوز دوت انت نزلت برضه سالت هنا برضه معظم المتابعين لو نزلوا سالوا انا اقل سعر في السوق. كام يعني؟ اسمعي الفسكوز دوت في السوق هنا 170 و180. انا عندي ب 150. يعني العرض النهارده 150 يا جماعه. اي حد يقول انا تبع مدام منى يبقى انا ياخد 150 على طول. 150 على طول. ماشي. بصوا بقى احنا طبعا عايزه اقول لكم تشكيله ياما، مش عايزين نحرقها لكم، تعالوا بقى واتفرجوا. عندنا كمان دريسات رياضيه، الناس اللي بتعشق الدريسات الرياضيه نازله السوق بقى، نازله مثلا رايحه هنا ايه بقى، هات لنا كده احلى موديلين كده منهم ولا ثلاثه. شايفين الاشكال يعني؟ في دي رسمه دي اهي. شوف بصوا يا جماعه اهي، في منها مقاسات اهم حاجه. في منها المقاس العادي بتبدا معاكي من اكس لارج ل3 اكس. تمام. وفي عندي المقاسات الخاصه حلو قوي. يعني عندي المقاس اللي هو بيبقى 1 سايز بس بيك سايز. حلو. تمام. دوت تمام. عندي المقاس بتاعها بيبدا من هو المقاس الموحد ل4 اكس. كشمير وكحلي. الوانها واصفر في زيتي. الوانها ايه؟ اسود. كحلي في فوشيا واسود في كشمير واصفر في زيتي. تمام الله ينور. رسمه ثانيه برده من الدراسات الرياضيه. سوسته من يعني من عند الصدر كده، بس عليها اديده سهل. مش وجبين. مش محبوب ان السوسته تبقى للاخر. وطبعا كابيشو بقى. كابيشو.
حلو قوي. دي الوانها ايه بقى؟ دي الوانها نازل منها النبيتي والكحلي. اسود ونبيتي وكحلي ورصوص. تمام. ودي برضو حلوه قوي. هي نفس هي والله بس شكلها حلو في على البوستر فعلا بتاعه. اه يعني انت لما تلبسي الحاجه الحاجه بتتغير يعني سبحان الله. طب. جميله جدا. عندنا موديل تاني يا جماعه. بصوا النهارده الدراسات الرياضيه بقى انتحار اسعار. طبعا. بصوا الشياكه. اه ده شكل تاني وستايل تاني. طبعا احنا في اشكال كتير. في اشكال برضو مش هعرضها برضو. انا عاملها ورد مفاجاه. ايوه للمتابعين. يا ترى بقى العرض بكام يا ادهم بقى؟ قول انت. لا قول انت. ده بعد 150 و140 انا عندي انتحار اسعار ب 100 جنيه بس. يا جماعه الدراسات الرياضيه ب 100 جنيه بس. كل المقاسات لغايه 4 اكس ولا 3 اكس؟ لغايه 4 اكس. 4 اكس. نكمل لكم بقى العبايات. بصوا حبايبي بقى دي سيلينا اسمها؟ مصنع مصنع سيلينا. تمام. بصوا بالشياكه. حاجات اخر شياكه. ده ستايل جديد. اه انت لو بصيتي على الموديل بتاعت الموديل هتحسيها خروج قوي او ايوه تحسي دريس كده. بالظبط. تمام. بس انا عامل مفاجاه بقى. ايه؟ خامل ميلتون. الميلتون حلو قوي كده. نفس خامه الدريس الرياضي. ايوه ميلتون بس ميلتون اللي هو الخفيف اللي هو ما يبقاش يعني تقيل. عندي رسومات ثانيه برضو. بصوا تعالى نتفرج سريع برضو. بصوا يا جماعه دي كانها عبايه بقى اللي هي الجبردين فعلا. شكلها حلو قوي. هي نظام الصوصه صغيره من فوق. ايوه الشغل ده كله كده الزرار من تحت. تمام الله ينور. حلو. وعندي من اكس لارج ل 3 اكس او 4 اكس. حلو جدا. وعندي الرسمه الثالثه دي. لو متابعين الفيديو بقى اعملوا لايك دلوقتي بقى. في برضو الرسمه دي. بصوا خروج خروج يعني. عايزين نتفاجئ. عايزين نتفاجئ بالسعر يا ادهم. في شكل تاني. بصوا بقى يا جماعه الشكل ده طبعا والقماشه بتاعتهم ميلتون. ميلتون نفس نظام الدرس عشان برضو تبقى باينه لحضراتكم. ميلتون والالوان ايه؟ في الوان من الحاجات من الموديلات دي. كل موديل الالوان بتاعه. تمام. والمقاسات برضو. المقاسات معاك من اكس لارج ل 3 اكس. تمام الله ينور. العرض بتاعهم بكام؟ العرض ده بعد 180 و170 جنيه انا عندي ب 150 بس. 150. 150. تحطيم اسعار. كده خلاص. ماشي يا ادهم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.